نبيل منصور الطربدية تحصل على الدكتوراه وماجستير في الإدارة في الفلبين إلى جانب ماجستير في إدارة المشاريع من جامعة ليفربول ببريطانيا، وماجستير في إدارة الأعمال والتسويق من جامعة إنجلترا الجديدة في أستراليا. كما حاز الطربدية عدداً من الدبلومات، وأبرزها دبلوم إدارة الموارد البشرية من جامعة كارولينا الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية. تولى نبيل منصور عديد المهام والمناصب الهامة كمدير العمليات في أحد شركات مجموعة الطربدية وأبنائه، ثم مدير للعمليات في شركة الفيحاء للخدمات النفطية في الإمارات، والمدير التنفيذي في شركة أي تي انترناشونال بالإمارات. شغل الطربدية منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة هايفيو تكنولوجيا في الإمارات والصين، ورئيس مجلس الإدارة في المؤسسة الدولية للنفط بالإمارات وروسيا، ورئيس إدارة المشروعات وعضو مجلس الإدارة في شركة أي تي جروب الدولية بالولايات المتحدة. كما كان الطربدية عضو مجلس الإدارة في شركة سان جلوبال. شارك في عديد التدريبات وورش العمل والمؤتمرات في عديد الدول، كما كان مدير جمعية مهندسي البترول الأمريكية في دبي والإمارات الشمالية. الطربدية شغل عضواً في العديد من المنظمات المهنية كجمعية محترفي تحليل ورصد الآبار بالولايات المتحدة الأمريكية ومعهد الطاقة ببريطانيا والرابطة الأوروبية للجيولوجيا والمهندسين. تم تكريم الطربدية وحاز عديد الجوائز، وأبرزها جائزة The Arc of Europe Gold Star.